سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان قداساً احتفالياً في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية بعمان، وذلك بمناسبة لقاء المحبة الذي جمع قداسته بشباب وشابات الرعاية الأرثوذكسية في المملكة. إلى المزيد في هذا التقرير. ضمن مبادراته الشبابية والرعوية، التقى صاحب السيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان بشباب وشابات الرعاية الأرثوذكسية في المملكة بلقاء المحبة الأول في قاعة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصويفية. بدأ اللقاء الذي حضره مجموعة كبيرة من الشبيبات بقداس احتفالي ترأسه سيادة المطران بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة، واحتفلت الكنيسة فيه بعيدها عيد دخول السيد إلى الهيكل. وفي عظة القداس تأمل سيادته بعيد دخول السيد المسيح للهيكل ومعانيه العميقة بلقاء العهد القديم بالعهد الجديد، ولقاء الإنسان القديم بالإنسان الجديد، ولقاء الشريعة والناموس بالنعمة. تلا القداس مائدة محبة في قاعة الكنيسة، بعدها ألقى سيادته كلمة أكد فيها على أهمية دور الشباب وعملهم في خدمة الكنيسة، وشجع فيها الشباب على الالتزام بشبيباتهم وكنائسهم. كما أكد سيادته على أن المطرانية بصدد التحضير لتأسيس نواة شبيبة في كل كنيسة وترتيب برنامج للقاءات الروحية الإسبوعية بالتعاون مع الآباء الكهنة. هاي الرؤية كتير مهم إنه نحن نأسس هلأ صح. يعني هون بيجي دوركم أنتوا زي ما حكيت لكم في بداية كلامي إنكم مهمين بالنسبة لنا، لأنه ما بقدر أتكلم عن نهضة في الكنيسة بدونكم، ولكن بدونكم اللي أنتوا مع المسيح، اللي أنتوا بداخل الكنيسة وحياة الكنيسة وأسرار الكنيسة مع أبائكم الكهنة في داخل مجتمعاتكم المحلية. ما تتشوشوا ولا تخافوا من كل هذا اللي ينشر عن 666، ولكن خافوا من وضعنا القائم في بيوتنا وفي عقولنا واللي بيتعاملوا فيه أولادكم وأولادنا. شوفوا أولادنا كيف صاروا. أنا بشوف الأولاد اليوم في أزمة، أبنائي رح تشوفوا الصغار كيف بتعاملوا مع الموبايلات ومع الإنترنت ومع الفيسبوك ومع كل هاي الوسائل. طول يومهم قاعدين عليها، هاي كلها فيها إشعاعات على الدماغ. رح يوصلوا لمرحلة كتير خطرة، الجيل البعد بعدنا رح يكون بحالة كتير رهيبة، رح يكون الإنسان روبوت آلة، وهذا المخطط إنه يكون آلة. فعشان هيك كتير مهم إنه نحن ننتبه أولادنا، وعشان هيك مهم إنه هون دور الشبيبة كيف نقضي وقت نوعي مع بعضنا البعض. هذا كتير مهم. تنفتح جمعية في الأردن أو تنفتح شو من فتح في الأردن، نحن هذا ما بيعنينا. الجمعية في إلها، الجمعيات في الأردن في دولة في الأردن، وما شاء الله على دولتنا، دولتنا دولة مكنة، دولة قوية بمؤسساتها وبمراقبتها لكل شيء، ونحن نثق في دولتنا وفي مؤسسات الدولة. فأي جمعيات موجودة في الأردن كانت روسية أو أجنبية هي خاضعة لوزارة التنمية أو لوزارة الداخلية أو الخارجية، ونحن نثق في سياسة دولتنا الأردنية تحت قيادة صاحب الجلالة، وما في أي خوف علينا ككنيسة محلية. فبالتالي منرحب بأي جمعية تفتح في الأردن، ولكن ضمن حدود وضمن سياسة دولتنا. أي حد بيطلع عن سياسة دولتنا وعن خطوط دولتنا وعن خطوط كنيستنا رح يلاقينا مقابله. كما قام الحضور بطرح مجموعة من الأسئلة على صاحب السيادة، وقام سيادته بالإجابة عليها،
واختتم اللقاء بالتقاط صورة جماعية لكل الشبيبات مع صاحب السيادة.